imaga Soomaali uma imka aan doonayna inaanu gacan siino adeena waxaanu tahdeenayaa dadaalku wado magaalada Xasan Sheekh halana shaqay Xasan Sheekh waxaanu annagu wixii tala war siinayna taleena waa ninkii Faisal Cali waraabaca aha ninka idin leh madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hala garab istaago hay waxa kale leey ciidamada inuu isku darsanayna كلي ما حاول هيري حتى سياسيين كله وحلا المهم كان هي سومال لأن أضغم مقالة هرجيس وح كجو حيا السجع يا أنت لا فكر كع أي قصة شيء كيستان أي إسكوع العشرين ينيد هلا أو سوشيال ميديا اللي مدا يوربين اللي مدا فيصل علي ورابي أنا على كان يفرين تن أضير يهرت وامد جدوي سيدي أت كتشرتين بن كتشر راو هو كوضع كونفورت صوت على صوكا يا كمدع أرم كوضع حلي الوضع يكون يكويل وتنكي سيريرين ين دور شذا حلي قاعد سفر ما جاء يو مرك ما مرك أولي حتى مرك القص وقت أولي هي صدق جون صدق أخانه ما هي سنو حلي وخلا مرينا أرم حلي قاعد كوضع هرس تانا وين قن كرتا لكن أنا وحنا بعدين يا إن وحمانت سومال لم جده هذا كتيرة هي علاسية كتيرة أما دورشها نقطة أما علاط سكينها نقطة أما موسى إسحاق كرسي كجدة كنها نقطة قاسي وواقع سد وجر الأية وحد قبوا ذا نفط أي خشوع ذا مركع القرآن كيو قول كي ببرتاد قلبي جا جلسة وبد كات قر حساد قول كي ببرتاد قيمها دون كيو آخرنا كعيشتا قار كنا كدر صو قول كي النبي يا اللهم صل على محمد علشان حديث كيو فقهي فنون كلا أي فائدة يسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو نورية تونس رجستي وحا وحكا دقا معلمين خبرات دير أولي قابك أغو فضود أي وحلو برو عرورة غربها أرضايدو وحا يعشر رضاك قادان كران قاب أونلاين وقت كستا إيا ميل كستا أو أي عالم كجوغان معلم قرآن أونلاين وحا لغو برتا حفظين دا قرآن كريم كها فربرك إلمها برشادة حديث كفقهي إيا علوم تكلا أي إسلام كا وحيفا فاين انتاس دير كلا حرير تلفون هذا شاشة دكوا حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مناكسين دا وضيال كسر دو هذا برامج كده بك هذا القيبت وحين كويجينا وجميع حزب يعود السمال لان فيصل على ورابع يا دوان أما دوان كهذا يي قاف جارها يا وحى وكوبا قي إن لا تاجر دو رد ملحوين حسش محمود الدجال كل جرت كوه دو رد كسر جدا هذا بهذا الكيسن محلي كسر بيجي محوس الدارين هاي يضع أهري لو جبرت هذا لا لدي كوا مدحوينا حس شق محمود حل جيسي هراء ذلك ومدحوينها كسر نقضي حرجوا الجولد وعرمها نسو جاي سونا إندي دي وحنا عن كوي دين دون نبل هذا الله إخلاص صن فيصل على ورابة أنت بظن الله جبرت كون سمعنا نوعها أي ليه جولد سلو من كاره أنت ما سنت يا صاحب كل قاعسة ده وديا شيرنا وسلامنا مرور ببرنامج جدنا كذا وضع واضح فيصل على ورابة تتكسر ماليات مو قيسة إيه مغل كيسة كم عصبة هذا الله أنت بدن كونتراديكشن هنا وإسبرونا هنا إيه مارتا إيه رأي حرف لا إيه كعند دوينا هنا وسمية عنا الله حساب تنتو حتى محوية هذا رطن عصبة ويري وري من الحين حشة من القلب يستعب أنت بقى ما حصلت أي مركز صاحب كل قاعس بحال ليلي وين وين عندي هسا أركو ما أركان أركو ما أركان إلا لجورا واد هذا الذي إسكهر يا جدال من شري نيك اللي يلا هذا فيصل على ورابي هرتو ويا كون لكن ما حي بحنا يعني هيك إسبدل فيصل على ورابي كل جماعة هم حسيت أوه هاللي شري وهم راح كأها حس بقرب وسومار لان كشر وحافكو ذكوا هاللي شري دف ربضان أو صاد ورط iy taageerayaashis waad wuxuu sidoo waxaad la ku bogaadin jiray oo aad waa hadal hayn jiray dad farabadan oo heer Soomaaliland waad
waxa uu hore u dhigi jiray ruux walba uu ka dharagsan yahay fuud qaybaha dambana ugu tageyna sidoo beelaha Soomaaliyeed ugu gafi jiray sidoo umada Soomaaliyeed ugu gafi jiray sidoo dawladda Soomaaliyeed ugu gafi jiray fuud kaliyina ma ha weheli xitaa siyaasiyiin kale oo xilal muhiim ah ka haya Soomaaliland oo duqan magaalada Hargeysa oo kamid yahay fuud hadda waxa cusub ee aan rabay aan dadka dhagahooda maqashiyo horta ma aamini doonaan inuu ruuxana Faisal Cali waraabay yahay kale ma aamini doonaan waad laakiin waxaan leeyahay aamina waad waa ninkii Faisal Cali waraaba ahaa ninka idin leh madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hala garab istaago hay wuxuu garo leeyahay ciidamada inuu isku darsanayna iyagii dawladda Soomaaliya hay kadibna mumkin ma soo laabanayaan oo jamhuuriyadda Soomaaliya buu soo laabanayaan maya waxii anagoo ciidamadii hubka laga dhigay wadana iyo dawladda Djibouti iyo dawladda Soomaaliya oo u mooday inay ir Soomaalida ay dawladda Soomaaliya oo dhan saddexdaas yaa midowbay inagu yiri ciidamada isku darsanayna oo kalba ki la weeraro yaynu u heelinayna yaa marka laga loo heelinaya marka oo warrinki Faisal aha ninki Faisal aha qadiyadii ir Soomaalinimada si khaldan u gashay ay ciidamadoodii hubka laga dhigayna si dadban buu leeyahay noo hubeeya waad horta hadalkan ir Soomaalinimada gadaal buu kaga daray inta hore ah dawladda Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo uu shalay saad ugeedu caay iyo wuxuu leeyahay hal la taageero oo heli iyo hooba hal la garab istaago aan sii daaya codkiisa kadibna waxaan u gudbeynaa qaybaha kale idina waxaan ku dardaaranayaa madaxweyne Xasan Sheekh isbarbar taagan qorshe weyn baan ku socdaa oo dadweynaha fashiliyo ayaa ku socda waana ogtiin in aanu xaalada ku jirnaayo وحالتي أن خصوم مرتينو أنا وشون صادق نواويني شون صادق نواويني شون صادق نكو كوال مقرن إذا وحيو يري أنه شون صادق نواويني حالة دي أتصوم مرتين من كجرنا جون صادق مركو إياه وما منين عدانو منينكي هدل لها اعتراف كوضايح البنك انجليز كيسو جذبة مايا وانينكي صادق شون هاي مسعود جون كحلوانكا وحلوانكي جنرالكا ها حلقي فرماتا حلقا لغا غادي تشير وحلقا تريا بوليس كوا ها ما نكي دب تسكول عيان كدف حلقا لغا غالي ها صادق جون بكوضا صادق جون بكوضا شون صادق مركا مركا محولي يا سوات ما حيتا أولي يا مركا عنو جون صادق ناو كلا نمو ويني ودوا على عال هاوشو وحميش وانا حلقي فرماجاو كلا نن بدباديو صادق جارو قال ما ما سيدي اذا بنين كانوا صراحه هادلا اي دتك واخ قرقري منافق ما اي هل وان قرا يا مانتا انو سن نين لا يلا فيصل علي وراب وصل منافق هين وا قفف بدن وكلا وا كدعان وا دتك ندينا كو قفته صح ما وا لكن واخ ما قرصبو وا وحا كغوخيا اسغا يا انت لا فكرك اه اي كو سو شيكايستين ay isku celceshadeen yuniyad hadla oo social media la yimaada iyo warbaahinta la yimaada Faisal Cali Waraabe ana alkan iyo fariintan uu diray horta waa mid gudaw weyn waad sidii aad ku jirteen baan ku jiraa wuxuu ka wadaa comfort soo dagaal soo kaya kama dhicin arma ka wada xilligii 2022kii ay is ereeriyeen doorashada madaxweynaha farmaajo iyo marka uu leeyahay xitaa marka laga soo qaato uu leeyahay Sadiq John Sadiq oo kaano ma haysano xilli kale marayna arma xilligaas ka wada horta taana way noqon kartaa laakiin anuu waxaan u badinayaa in waxa maanta Soomaaliland gudaheeda ka jira iyo culaysiga jira ama doorashada noqoto ama colaad sokeyn ah noqoto ama muuso isaga kursiga kaga dhagan noqoto oo si uu uga kacsado uu garan laayay waxay dooniba han noqotee oo saraaxa hadlaya wuxuuna ka hadlayaa culayska maanta ka jira waxa Soomaaliland la yiraahdo odaygi John Sadiqna ma u haysto ciidan bilaahubana uu la wareegayaa cid kula midoobo iyo raadinaya
إير سمالة نماذج أنا سخال دم بيوقش ملحوني سمالي حسن شيخ محمودنا هلا تغيروا لي لكن وحنا فهم العدة أولية وي دابينا يقول لي جيسا ما خواريته والله ده قال ما يكوضا مرهيرة كلو سماليات بكوضا ما في ماجك كوضا ده فرماج هو بسياسي إسكع مصنع حيل كان مرس وقف تهدا نكت إسكع مصنع وحو سماينا يومين عارق نيبا حان كلو دعوة المقال أولية حسن شيخ محمود كان لفت الكيس وكل هذا واد كي ما ده حاجة كجرا عشر فرمانجا يعني إذا كنت دورنا هنا إذا سكان سؤال ده مش حلو أنا كنت جوا سماه رغوي كاسان إنه إذا كنت دورنا ما نمي الله دورته بهاي وحوق له ولي أب يسير بأمره هوي هنا وح معمرة أي وح سؤال في الجادة أكو وجي سني فرصة ساعة أنا أقول نقارن نن واحد شيرين نن واحد شيرين شيء كان أيه عن السجل لفت الكيسي هذا الكيسي عن سيدا يوقف أفل قاديني بيلها سومالي سومالي غاركود أي حسن شيخ وأبيت لين كلو أوجي شين كلي وسق على الأوف ولا مش أي ما أنتقول عشان يا سناع لا لا ما أقول درسي بحنا تلين كلو مقتلة وحنا أرك شين بالعركة حنا تلين كلو مركب كوكينو أنا أون لاي السيبر كاي كنت ديلي كان هو عشان حمالي انا حمالي سمر حي فير مهير انا اون لاين مركب كسيبر كاي او كان يا واي موت ما قرنا ياه مكو انا غدانيه انا غدانيه ما انا حمالي انا تنكو رغمي اي وسياس اي حزبه جامية حزبه جامية بدحونا السمال اللي عنينه النقطة وعصورة قط سلا سوء هذي ما أنت أنا وحاجي إنه يلا هذو حسن الشيخ محمود على قرب استاجو على قرب استاجو مركا إنه ميزانك صار محاك يعني محا مركز سبدل كان هو عن إنك استوى أنت بدن هذا الله ديسا إسبريان بس أنا ولا برشة حدنا إسبدل كان وين استعبقول اللي إحنا اللي قريب هل مر أوري شان نقولها مذهب إن حسن شان حمود أو بهنا تلجينا أو وين تلجينا بح ثلاثة خلطة كفولين وبيش مذهب يقول شو أفرج ديني أول راح كنت قال لهم ين أنا حمالي أنا حمالي مركب مركبه كان محولي هنا وياي هنا أونلاين أونلاين حد أنا أقول مذهب إن حسن شان حمود هلا قريب يستاهل حيد بين نقطتين سوماليا سومالي لان يو تشبوتي وين يستاجري محاكني نيو حاك يعني واي هي يو 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 حاك يعني اسبدل لا دعي وات شالي سنكو تاغي وخا لاليه و خو حدليه مون غرنين بلهان سومااليد شرفت يا كرامه مدنا ما كعذر دارنا ان انا عود كان فسخني وات لكن وا واخ سوشيال ميديا مير ولبا كو جيره انو سدا او افلاغاديهو مانتا ايغي او باريو و حدا لوو شوباي او سوفت وير عصبو ايرر سماله لي يداه او لهوس اورديو هورتا وحا كيني وايح إيا هارتي با كيني واد داقال كي لاس عانوت با كيني عوليسي سوميل لانفولي با كيني لباعتا دا قرد عضي با كيني داقيه سي افكيسو اسما مغلان بطاطا واد شري ماركي او افلقا دوني ينا كبير إيا إسلويني إيا مرقان باهي واد ما انتا ماركو بريوتما ينا اولي حيدد بينو نغانينا هوري حيدد ولاها هورتا دو هير كونفوريد اوجيه واد ناقته سجال كعروت عودش وهاير كونفرت سجل ها هاي إنت شو سيدي إيش مرك سيدي إنت عوحي عيني وسن وحي شونيني وحي أفكي سكوس ودعابة وده هاي وحياة هاي كبير إيه سلويني يا مرقان هوذا سمري حتى مرك سالك دول كلا غرفت وحوي هاي اللي براي إن يعني تبرتي سوارك يو حوكرت هاي إرسمال نمدي حديد نمدي عندما عن هو بيسنين أو هو بيسن لقو محاب سنين لقو تر سنين هي حولها صورنا مركا حوشن ووح إن بدن صور لعلاقت كل جينا مع حار روينا نكون مقشيو طق مجال هذا هرجيسة إيه هذا ما لكن نحن هذا يهي إنه هري وحجرن ماي وما يروح هذا وموجي ورميت عضو طق مجال هذا هرجيسة ها وصمره يا بحولي بسات هرجيسة كنور
marka laga soo tago inuu yahay nin siyaasi ah oo Soomaalida gudaha caanka ah hoggaamiye xisbiga oo cid ee Soomaaliland doorashooyin farabadan oo tartamay intaas oo marna dhacay waliba de kaalinta markii xisbiga kaalinta koobaad gala ka labaad gala kaalinta saddexaad inta badan gala aan waan in doonayo inuu madaxweynaha Soomaaliland noqdo hadaan marka qaar kood dadku waxay u aanayaan madaxweynaha inuu noqon karo hadaladan de gafka uu ku hadlo marka qaar kood in badan oo dadka ahaa marka uu hadlo ama beela ahaatee ama siyaasiyiin ahaatee wax ka sheego oo maamula ahaatee inta badan lagama taxsiqaato waxa weeye wax weyn looma arko hadalladiisan soo looma arki karo inay yihiin hadalladii hore ee aan waxba laga soo qaadi jirin ee uu iskaga hadli jiro Faisal Cali Waraabe dadka Soomaaliland jooga oo dhan haddaynu dhahayno waxba lagama soo qaadayo waxay sheegayaan ogola laakiin isaga iyo siyaasiyiintan kale ee la midka ah ee waxaan ku hadlayay ee nacaybka iyo kibirka uu ka buuxay hadda uu jabay waxaas horta waxaan hadda ka hadlayna ma yaalo waxaa bedelay tan kale ee ah Xasan Sheekh Maxamed Hala Garab istaago tolaa iir Soomaalow daarood inaga celiyay haddii ay Jabuuti weeraraan aynu isku wada weeraro hadday anaga soo weeraraan aan wada weeraro hadday Hawii iyo Koonfur weeraraan aan wada weeraro aan iskarabsanno aynu xidiidno tibin daabiya jira Xasan Sheekh Maxamed loo dhigay ee hal la taageero waad sheekadaas hadda socota waxaan hore aflagaadada waa un xasuusin iyo dadkaas waxa ay taagnaayeen shalay ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ugu gafeeyeen iyo maanta calaacalkooda yeynu isu geeyayna oo aynu leenahay daawadayaashina inta isu xisaabisan wixii idin soo bax idinku haysta qoryahan hargeysa degan inta badan waxay cadow ka dhigtaan waa heerka la yiraahdo daarood ma arkaysid qof khamri la ama sheegay qof nolosha ka dhacay ma sheegay ku afxu ku xoogla oo aan damiir lahayn ma sheegay ku lacaga intii la siiyo la dhaho hebel iyo hebel cay ma sheegay ma jiro siyaasi miyaqaam leh oo wuxuun ilaah gudoomiye degmar amuu noqdo gudoomiye tuulan amuu noqdo daaroodo intuu soo istaaga hawiye cay isaaq caayaya ummadda Soomaaliyeed iyo qabiilada kale caayaya ma jiro way iyaga keligood looga helaa adeer may tabashada unta tabashada maxay tahay iyaga wax ka tabanaya dawladda siyaad bar siyaad bar Allah ma xariis ya iyaga wax yeelaysay siyaad dawladdu bay isaga beesh ku soo jiday u saarnayaan fiir siyaad bar markuu talinayo aniga ma nooleen siyaad barre uu dhintay Allah uu naxariisto yaga joogto liyad buugi meelan joogay ma ba dhalanin be siyaad barre waa dhintay Allah uu naxariisto kuwii kale ee dembiyada galay ee ummadda Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed wax ka burburiyey waa dhinteen Allah uu naxariisto ilaahay baa la xisaabtamay wiilka yar ee Muqdisho ku dhashay 91 wixii ka dambeeyay dhash muxuu ka ogyahay waxa ka dhacay 92 iyo 93 iyo ITS detimeed wixii ka dhacay muxuu ka ogey waxba kama ogey marka nimankan hadda ay leedahay cada wali haysa wardadkii wax idin ka galay ee ummada Soomaaliyeed oo dhan ka galay way hoydeen way dhinteen jiil cusub hadda jooga inaad aflagaadaysaan idin kuma laha kolla u soo calaacashaan waxaan ku jeclahay aflagaadada hore oo aan ka cudur daaranayn iyo calaacalka Faisal Cali Waraabe iyo kii maayarka ahaaba ummadda Soomaaliyeed waa uga cudur daaraynaa waxaan leenahay taa horena kibir baa keenay
iyagu ma garanayaan inay xitaa inta ugu cudur daaraan annaga u cudur daarayna sheekada hore iyo aflagaadada hore ee in beela Soomaaliyada sharaf iyo maqaam leh la aflagaadeeyo kibir baa keenay qofku markuu kibirsan yahayna khalaad badan baa ka dhaca calaacalkan dambe ee ciidamaynu isku darsanayna ee cidii lasoo weerarba aynu taageer iyo ir Soomaali iyo sheekadan cusubna iyo Xasan Sheekh Maxamuud hala taageerana iyadana waxaa keenay wixii ka dhacay laascaanood oo harti baa sababay labadaba ayaan loo qabannin aan Xasan Sheekh Maxamuud hadii la taageerayeen horaan u taageereynay oo dawladda Soomaaliya iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeedba inay noqdaan maxaan ku jiraa dad dal quwad leh iska sifeeya waxa dhexdooda ah nabad ah cid naga jacleyd ma jirta halkan aan kaga warramaynay annaga oo weliba dagaal aan cidina nagu qasbaynayn la galay ur aan waxba naga gelin iyo nimanka dhibka badan hadda oo la joogana sidii baan u taageersana marka nin dan leh oo kolla waayuhu u run sheegayo kolla kibirku u been sheegayo waxba yuusan irar Soomaali iyo urur Soomaali iyo bahalkii ku marmarsiyoonine waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed uga tago hadaa taqaanaan hal siyaasi oo xil haya ama xisbi haya oo hadda siyaasadda ku jira oo daarood ah oo aflagaadeynaya ummadda Soomaaliyeed ee kale nala wadaaga waanu cambaaraynaynaa saanu kanu cambaaraynaa hargeysan waxaan leenahay odaygana waalan ay soo dirtaan ee kolla dhaxdaan warkiisa waxba lagama soo qaado kolla fariimihiina u soo dhiibataan laba mid soo gala in waxa idinka soo yeedho oo dhan aana waxba ka soo qaadin oo aan dhaxno ilaa ay ka miirsanayaan aan sugno iyo in ninka waxaan kolba u soo dhiibaysaan odayga waa hadda waqti uu joogay aad ciyaarta ka daysaan idinka u soo dhiibay waa maasanta waa hay qodobka intaas ay ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe nabadgelyo.